من الأبرار المبكرين للإسلام، أخذ نصيبه الأوفى من تعذيب قريش. هو من أسرة صاغت بتضحيتها جوهر الإيمان. هو الفارس الأمين، الصامت الصادق، أمير الكوفة المتواضع الزاهد، الباحث عن الحق أينما كان. لنا رواية مع الصحابي الجليل الطيب المطيب عمار بن ياسر، رجل من الجنة. هو عمار ابن ياسر ابن عامر ابن مالك، كان من السابقين الأولين إلى الإسلام، وهو حليف بني مخزوم، وأمه سمية وهي أول من استشهد في سبيل الله. هاجر عمار إلى المدينة وشهد جميع المشاهد. من هو عمار ابن ياسر؟ وكيف صاغ عمار ابن ياسر وأسرته جوهر الإيمان في تضحياتهم في بداية الإسلام؟ هو أسرته تنتمي إلى بلاد اليمن. قدم أبوه إلى مكة بحثاً عن أحد إخوته، فطاب له عيش مكة فظل فيها، وحالفه أبا حذيفة ابن المغيرة، وزوجه أحد إيمائه وهي السيدة سمية بنت قشاب اللي هي أم سيدنا عمار ابن ياسر. والده هو الصحابي ياسر، وقد ظل يعني مع والده في اليمن وهو صغير، حتى انتقل والده من اليمن إلى مكة المكرمة. كان الإسلام قد ظهر في بدايته في مكة المكرمة وفي آل قريش، فكان سيدنا عمار من الأوائل. وكان قد قابله صهيب بن سنان، فقال له صهيب: إلى أين تذهب؟ فسأله سيدنا عمار: بل إلى أين تذهب أنت؟ قال: أبحث عن محمد صلى الله عليه وسلم لأسمع له. فقال: أنا أتيت مثل ما أتيت له. فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم واستمع من رسول الله، فأسلم سيدنا عمار رضي الله عنه وأرضاه، وظل مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قريش لما عرفت وعلمت بإسلام سيدنا عمار وإسلام أمه سمية وأبيه ياسر، صبوا جام غضبهم على هذه الأسرة التي آمنت بالله وبرسوله. واجهوا ألوان من التعذيب والسباب وحاجات وضغط شديد قوي، ولكن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كانت رسالته ليهم رسالة نعم، كان بيقول لهم سطر جميل قوي، سطر ومن وحي النبوة: صبرا آل ياسر. طب وبعد ما أصبر هستفيد إيه؟ الموعد. فإن موعدكم الجنة. مش أي حد يتحمل اللي هم تحملوا إلا إذا كان مؤمن بيه. أنا ممكن لو أنا مش على يقين استحالة أقدر أتحمل أو أصبر على ده، ولكن الرسالة نهاية الصبر إيه؟ ده ربنا بشره بالجنة. ده بشره بالجنة. فأنا يعني دي الإثابة الكبيرة، أو يعني إن بعد العسر يسر. بلغ عمار في درجات الهدى واليقين ما جعل الرسول يزكي إيمانه بين الصحابة. جاءت الهجرة وكان في صفوف المهاجرين عمار ابن ياسر. حينما أراد النبي صلى الله عليه وسلم، حين وصل إلى المدينة المنورة، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم في تأسيس الدولة الإسلامية، وكان أول عمل قام به النبي صلى الله عليه وسلم هو بناء المسجد النبوي الشريف، شارك فيه سيدنا عمار بن ياسر، لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم لاحظ شدة الغبار على وجه سيدنا عمار وهو يشارك في عملية البناء، فذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم ونفض عن وجهه وعن رأسه بيده الشريفة، ثم قال له سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاكم هو عمار بن ياسر الذي وصل الإسلام والإيمان إلى مشاشه تحت عظامه. وحينما يعني حدث خلاف بينه وبين سيدنا خالد بن الوليد في وجهات النظر، فسيدنا النبي اداله هدية جميلة قوي وقال: من أبغض عمار أبغض الله، ومن عاد عمار عاد الله تبارك وتعالى، لأن عمار كان له اتصال قوي مع ربنا سبحانه وتعالى. فأسرع سيدنا خالد بن الوليد سريعا ليعتذر، ليقدم الاعتذار والصفح عنه لسيدنا عمار ابن ياسر رضي الله عنه وأرضاه. هل امتلك الصحابي عمار بن ياسر مجموعة من الصفات مكملة لبعضها من الصبر والتحمل التعذيب في بداية الأمر، ثم أيضا العلم الواسع والفروسية، أيضا شارك في الكثير من الغزوات؟ هو ده مش معنى أن أنا واحد يعني ضليع في ديني أو متدين
ان انا ما العبش رياضه، ما معيش حياه متكامله زي كل الناس. شارك في غزوات النبي صلى الله عليه وسلم وخاصه غزوه بدر، كذلك شارك بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم في حروب الرده ضد من ارتد عن الاسلام ومنع اداء الزكاه ويعني امن ببعض الاركان للاسلام ورفض بعض الاركان الاخرى، كان من ضمن المجاهدين والمقاومين لهؤلاء المرتدين. كذلك شارك في حروب الدولة الإسلامية ضد الفرس والروم في سبيل إعلاء كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، حتى في معركة اليمامة. أرسل عمر الفاروق عمار والياً للكوفة وجعل ابن مسعود معه على بيت المال، وكتب إلى أهلها مبشراً: إني أبعث إليكم عمار بن ياسر أميراً وابن مسعود معلماً ووزيراً، وهم من النجباء من أصحاب محمد ومن أهل بدر. كيف كان يرى الحكم والإدارة، منهجه في إدارة الكوفة؟ سيدنا عمار نشأته بين اليمن وبين مكة وفي كنف رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان وليا على الكوفة في عهد سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وأرسل معه سيدنا عبد الله بن مسعود ليكون معلما ووزيرا له. ومعروف أن أهل الكوفة وأهل العراق يعني هناك الكثير من الفتن والشدائد هناك، وكان حريص الزهد أيضا في نعم كان حريص أنه يكون زاهد في الإدارة، نعم، وكان حريص أنه يتقي الله تبارك وتعالى، لأنه نشأ في حياة بسيطة، فالبساطة منذ الصغر بتأثر في نفسية الإنسان وفي تاريخه عند الكبر، فاتسم أيضا بالبساطة في الإدارة، ولكن كان عنده حكمة وحسن إدارة عندما كان واليا على الكوفة. رأي حضرتك لماذا اتصف عمار بن ياسر بالزهد أثناء حكمه للكوفة؟ أنا بعتبر عمار بن ياسر بعد اللي عاشه أو الفترة الأولى من حياته، وإن أنا مش زهد أكتر من إن هو يعني واحد بشر بالجنة. أنت عايز إيه؟ تواضع. ده سقفي، ده اللي أنا عايزه، مش محتاج من الدنيا، فأنا مش حاجة من الدنيا، فأنا نفسي كل الناس تبقى سعيدة وكل الناس تبقى مبسوطة. وأحبه كذلك أهل العراق، وكانت ولايته خير ولاية في عهد سيدنا عمر، بدليل أن أحدا لم يخرج على سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه من ولاية الكوفة طيلة حياة سيدنا عمر وطيلة ولاية سيدنا عمار بن ياسر رضي الله عنه وأرضاه. شهد عمار بدراً وأحداً وجميع المشاهد، وبعد وفاة الرسول واصل عمار تألقه في مواجهة جيوش الردة والفرس والروم، وكان دوماً في الصفوف الأولى. على مدار عمره الطويل لم يترك السيف وظل مجاهد في سبيل الله حتى الرمق الأخير. كان مجاهداً كما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوات المختلفة، كذلك شارك في معركة صفين في اللحظات الأخيرة من حياته، عندما وصل عمره إلى كم سنة؟ 93 سنة سيدنا عمار، يعني شيخاً كبيراً في السن، طاعناً في السن، وأصر على المشاركة. وأصر سيدنا عمار بن ياسر على المشاركة لأنه تفهم الموقف وقال: إن ما يؤمنون به الفريق الآخر، إنما يؤمنون به إنما هي حب الدنيا والشهوات، وأن هذه الدنيا قد ألهتهم عن الله تعالى وعن الحق. كيف تحققت بشرة النبي في ختام حياة الصحابي عمار بن ياسر ومقتله في موقعة صفين؟ كان آخر حياة سيدنا عمار في هذه الموقعة، وقتلته الفئة الباغية التي بغت عليه وقتلته ظلما وعدوانا، وكان آخر ما فعل أنه شرب يعني شيئا من اللبن أو قليلا من اللبن كما بشره النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقتلته الفئة الباغية، وبشر بعد ذلك أنه كان من السابقين إلى الجنة. بعد رحلة من الجهاد في سبيل الله، خاض الصحابي عمار بن ياسر آخر معاركه الباسلة حتى قتل في موقعة صفين ودفن في ثيابه ليرحل من اشتاق للجنة.